السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. أسأل الله أن يحفظكم من كل مكروه ومسوء. يا رب وإياك والسامعين والسامعات يا رب. بعد إذن حضرتك سؤال. تفضل. أنا تاجر بتاجر في الأجهزة الكهربائية. نعم. أشتري الأنبوبة مستعملة. نعم. وأوديها للراجل اللي هو بيعبي الأنابيب. طيب. بيديني أنبوبة بدلها فاضية برضو زيها بس تكون جديدة. طب ما معلوم ان الناس حتى الجديده لازم تغير، وانت اذا غيرتها نحن عندنا مثلا انبوبه جديده نغيرها وناخذ واحده قديمه، النظام مش على هذا. نعم، لكن هو اللي بيبدلها لي بياخد فلوس. هي كلها ما فيش مشكله، ما فيش مشكله في هذا. يعني عشان ما فيش مشكله يا حبيبنا، الله يستر عرضك. السلام عليكم.